اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات The Doctors. في مقوله كده انا بحبها جدا جدا وكوت جميله بتقول A good doctor have an eagle's eye, a lion's heart and a lady's hand. ايه بقى اللي انا قلته ده دلوقتي؟ يعني الدكتور الشاطر او الدكتور الماهر هو اللي لازم يكون عنده عين النسر وقلب الاسد ويد امراه. طب عين النسر علشان نظره الدكتور هي اللي بتحدد كل حاجه، يعني من رؤيه وخطه علاج ومسار حياه بني ادم بتتغير للابد. وقلب الاسد لان في اوقات كتيره جدا جدا الدكتور بيضطر ان هو ياخد ريسك ومخاطر هتاثر على حياه بني ادم برضه مدى الحياه. ويد امراه علشان دايما الست هي اللي بتعمل كل حاجه جميله بايديها. والحقيقه في شعور كده هو جميل وغريب في نفس الوقت، ان انت تبقى سعيد جدا لنجاح حد انت ما تعرفش عنه حاجه، ما تعرفوش شخصيا، بس لمجرد ان هو ابن بلدك وبيمثل بلدك ورافع اسم مصر في السنه. وكلنا فخر كمصريين ان احنا عندنا دكتور مش بس بيتحدى نفسه، هو بيتحدى ان هو ما يكونش زي اي دكتور موجود، وكمان بينافس على مستوى عالمي. احنا النهارده معانا ممكن نقول مثال ناجح او سكسس ستوري، دكتور علي مطاوع. دكتور علي مطاوع هو اول دكتور يحاضر في الجمعيه الايطاليه للخصوبه وحصل على افضل بحث علمي للخصوبه في مؤتمر دولي. وبرضه بكل فخر اقول لكم ان هو اللي ابتكر طريقه فعاله جدا لانجاح عمليات الحقن المجهري باختيار الحيوانات المنويه عن طريق الكروموزومات وليس الشكل، لانجاح عمليه الحقن المجهري ممكن نقول برضه طبعا عن طريق تحليل الاجنه الوراثيه او ما يعرف علميا بالسي سي اس. دكتور علي معرفش ان هو يكون معانا النهارده في الاستوديو للاسف لظروف سفره، بس اصر بشكل كبير جدا جدا ان هو يكون معانا النهارده عبر الهاتف. معنا ومعكم النهارده دكتور علي مطوع، استشاري اطفال الانابيب والحقن المجهري باريس فرانس، ماجستير امراض النساء والتوليد والعقم، وعضو وزميل الجمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب والحقن المجهري، وعضو وزميل الجمعيه الامريكيه للاخصاب المساعد واطفال الانابيب، ومحاضر دولي. اهلا بك يا دكتور علي على شاشه اكسترا نيوز وبرنامج ذا دكتورز. دكتور علي معانا على الهاتف، اهلا بيك يا دكتور علي على شاشه اكسترا نيوز وبرنامج ذا دكتورز. اهلا بيك يا دكتور علي. مساء فيك. مساء النور. اول حاجه دكتور علي كده انا حابه ابتدي مع حضرتك واقول ان ليك كل الفضل في ظهور تكنولوجيا جديده. حضرتك قدمت بحث مهم جدا جدا في الجمعيه الاوروبيه في امستردام، حابه ان حضرتك تكلمنا اكتر عن الريسيرش وعن البحث ده. والله انا اللي بشكرك جدا يا استاذ برنجا ان انتوا اهتميتوا بالموضوع وان حضرتك ان انتوا اديتوا الموضوع اهتمام اعجامي طبعاً. ان فعلا ان في عندنا اطباء وشباب مصريين ناجحين جدا بس عايزين يديهم دفعه معنويه قويه. اولا بس خليني اهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيده طبعاً. ان كده عدى 45 سنه على حرب اكتوبر في ملحمه تاريخيه اعادت للبلد عزتها وتاريخها، وكان اهنئ الجيش المصري العظيم والسيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. هو انا تقدمت بالبحث في الجمعيه الاوروبيه للخصوبه، كان ده بعد خلاصه مجهود 3 سنين انا وفريق الطب اللي بيشتغل معايا في معامل الحقن المجهري واطفال الانابيب. اشرح لك عليه شويه؟ طبعا يا دكتور اتفضل. بصي، هو التكنولوجيا الجديده هي لسه نازله بترفع نسب الحمل، احنا بنعتبرها طفره. ده مش بس كده، التكنولوجيا دي هتكون اساس التطور في الفتره الجايه، هتغير مفاهيم كتير في علم الاجنه. انت حضرتك عارفه ان احنا كنا الاول بنحكم على الاجنه فقط بالشكل، لكن دلوقتي بقى انت تتخيلي ان احنا طورنا ورفعنا نسب الحمل ما كناش نصدق انها ممكن تبقى موجوده، ان احنا نوصل لطفل سليم. يعني دلوقتي المراه المصريه ممكن توجد طفل سليم، ومش مراه مصريه بس، ده كان حاجه عالميه. احنا الموضوع قعدنا فيه 3 سنين للتاكيد من فعاليه هذه التكنولوجيا، من دقتها بنقدر نقول كل حاجه عن الطفل الجاي. هو موضوع طفل، انت حضرتك عارف موضوع طفل الانابيب عدى على 3 مراحل. هي طبعا بدات طفل الانابيب بدات كانت سنه 78 مع لويس براون في انجلاند. سنه 92 بدات ان كنا حضرتك بدانا ناخد الحيوان المنوي واحد داخل بويضه، ما بقيناش محتاجين اورفات او ملايين من الحيوانات المنويه زي الاول، وده ادى لنسب ارتفاع الحمل 20 ل 25%. في اواخر التسعينات بدات حضرتك ان احنا ننقل حاجه اسمها جنين يوم خامس، يعني احنا كنا بنسحب بويضات. ده يختلف عن جنين اليوم الثالث يا دكتور. صح، كان الاول كان اليوم الثالث واليوم الثاني. اليوم الثاني اللي هو حضرتك بيبقى 4 خلايا، واليوم الثالث اللي هو بيبقى 8 خلايا، لكن اليوم الخامس ده بيوصل ل 150 و 250 خليه. نسبه التصاقه
جوه الرحم كانت 45 ل 50%. الطفره الثالثه بقى اللي احنا بدانا فيها دي ان شاء الله هتبقى هتدي فرع لهذا الفرع من الطب نسبه حمل عاليه جدا، ان احنا مش نقدر بس نشوف شكل الجنين، لا ده احنا بنكشف على صفاته وعدد الكروموزومات عن طريق فحص الماده الوراثيه للجنين. تمام. يعني ايه؟ يعني كل خليه من خلايانا، احنا عندنا مليارات من الخلايا، كل خليه فيها كود، فيها صفاتنا، لون العين، نسبه الذكاء، كل صفه فينا موجوده في نواه كل خليه. اللي هي بنسميها كروموزومات. تمام. يعني احنا حضرتك بيبقى 46 كروموزوم، 23 من الاب من الحيوان المنوي، 23 من الام من البويضه. يعني 46 كروموزوم. تمام. احنا بقى حضرتك وصلنا ان احنا ممكن نفحص الاجنه وراثيا قبل ما نزرعها جوه الرحم. يعني ده يا دكتور علي ممكن نقول اللي بيميز الكروموزوم السليم من الغير سليم، صح كده؟ الجنين السليم عن الجنين غير سليم ليس بناء على الشكل، لا بالفحص الوراثي للاجنه. طب ده ممكن نقول يا دكتور ان هو على نسبه نجاح الحقن المجهري بنسبه قد ايه؟ برسنتج قد ايه؟ هو بص حضرتك، هي كان الاول ان احنا ندرس الماده الوراثيه، كان الاول ان يعني تعالى ناخدها واحده واحده. احنا في الوقت الحالي كنا بقول لحضرتك لغايه وقت قريب كنا نسبه النجاح 45 ل 50%، ان احنا كنا بنحكم بناء على الشكل. يعني كنا حضرتك بنشوف جنين كويس جدا ونزرعه جوه الرحم وما كانش بيحتاج حمل، في جنين كان يبقى درجه ثانيه او درجه ثالثه وننقله كان بيحصل حمل. تمام. طبعا كله باذن الله، بس احنا كنا بندور على السبب العلمي. فخلال الثلاث سنوات اللي فاتت ابتدينا في طريقه ثانيه، ان كان هو بداوا ان احنا نحط الاحتمالات ان الجنين بيبقى الجنين ضعيف وجنين متوسط، ان من طريقه الكروموزومات وطريقه انقسام الكروموزومات داخل الجنين، ان احنا واحنا بنشوف في الحضانات كان في كاميرات بتتحط داخل الحضانه، دي حاجه اسمها امبريوسكوب، ان احنا نقدر ناخد صور من الجنين وندرس معدلات النمو الجنين. بس احنا كنا حضرتك كلها كان موضوع احتمالات، لكن احنا دلوقتي اللي اضفناه ان احنا بقينا بناخد السي سي اس، ان اللي هي بنشوف التكنولوجيا بتاع كروموزومات الفحص الوراثي للاجنه. اكتشفنا حضرتك عارفه ان احنا قبل ما كنا بنزرع كنا بناخد خليه من الجنين، وحتى بعد ما بنزرع بنشوف نسبه نجاحها العمليه بناء على الجنين السليم. تمام. متخيله حضرتك ان طلع ارقام مثيره ان في 94% من الاجنه اللي ما كانتش بتلتصق تدي حمل في اليوم الخامس. ان كان في اجنه كروموزوماتها غير سليمه. اوكي. ده في اليوم الخامس. كان اليوم الخامس يعني. كان دايما كان الاعتقاد السائد ان اجنه اليوم الخامس ان هي اعلى اجنه في عمليه الحمل. افضل طبعا. بالظبط. لا طبعا بناء على الشك. ليس بناء على الفحص الوراثي. طب دكتور علي انا عايز اقول ان دايما اي حد بيطلع بفكره جديده، بحث علمي جديد، دايما بيهاجم. انا عايز اعرف بعد تقديم هذا البحث ونجاحه الصدى بتاعه اخذ وقت قد ايه وبالفعل تم تحت، مش نقول اندر ريسيرش، ان هو بالفعل تم تنفيذه؟ لا والله هم رحبوا بينا جدا وبعتوا لنا دعوه رسميه. بس انا برضو بشكر اطباء المعمل اللي معايا، التيم بتاعنا كله. لكن هو بصراحه البحث العلمي كل يوم بيبقى فيه تكنولوجي جديد. بس يعني عايزين السبورت، فاهم قصدي؟ عايزين الدعم. الدعم الدعم الكامل بالظبط. طب انا شايف يا دكتور علي ان حضرتك حريص جدا جدا على مشاركتك في المؤتمرات الدوليه. انا عايزه اعرف اللي يعني ممكن نقول اجدد امندمنتس او تعديلات على الحقن المجهري، لان في ناس كثيره بتقول انا طول عمري اسمع عن الحقن المجهري، ايه الجديد في الموضوع؟ ما هو الجديد اللي هي موضوع السي سي اس، هي برنامج جنين سليم. تمام. اللي هو اسمه كومبريهنسيف كروموزوم سكريننج، ان احنا بناخد خليه من الجنين قبل الزرع. ان الاجنه كانت الاول كانت ممكن لا تلتصق في عمليه الحقن المجهري، كان بيبقى فيه فشل متعدد لعمليه الحقن المجهري، ان كانت ممكن الاجنه تلتصق بس كان بيحصل اجهاض اول 3 شهور، او الجنين كمان كان ممكن كان يكمل بس بيبقى بيعمل معاناه طول عمرنا من طفل معاق، زي ما بيحصل في الطفل المنجوجي. حضرتك عارفه الطفل المنجوجي هو بيبقى كروموزوم 21 بدل ما يكون 2 كروموزوم، لا بقى 3 كروموزوم، بقى 47 كروموزوم، فالطفل غير سليم. ففي هو يعني هو موضوع السي سي اس مش جديد، لا هم كان في قبل كده كان في بوب ادوارد
ده حضرتك اخد جايزه نوبل عليها، كان بس كان عامل على موضوع كروموزومات الاجانب. اوكي. وقدر يعرف الجنين السليم يعني الجنين غير سليم والجنين الذكر والجنين الانثى في الاجانب، ده الكلام ده من 10 سنين. كان زمان معروفه كان في تقنيه اسمها بري امبلانتيشن جينيتك سكريننج، او ممكن نقول بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزيس، اللي هو من خلالها بياخدوا عينه من الجنين في اليوم الثالث، بس كنا بنفحص 5 كروموزومات فقط. فكنا جاي دايما نقول ليه ما تنجحش؟ اولا احنا واخدين خليتين من اصل 8 خلايا، يعني حضرتك عارفه اليوم الثاني بيبقى 4 سيلز، امبريو داي 3 بيبقى عباره عن 8 سيلز. فاحنا لما بناخد خليتين ونسيب 6 خلايا فكده ربع الجنين راح، فباقي الجنين ما يقدرش يمسك في الرحم لان ربع الخلايا راحت. الحاجه الثانيه كنا بنحرر 5 كروموزومات بس، طب بقيت الكروموزومات ما كناش نعرف عنها حاجه. تمام. دي التكنولوجي بتاع السي سي اس. طب انا عايز اعرف دلوقتي يا دكتور، اختلفت بقى الخطوات للحقن المجهري الجديده ازاي، من فحوصات من تحضير للمريض، اختلفت بشكل كبير ولا هي بس بامانمنت بسيطه؟ لا طبعا بقى في حضرتك تقنيات زي حضرتك عدم معلومي السبب، اللي هو تحقيق اجسام مضاده وتحقيق اجسام منعيه. كان الاول بنقول عدم معلومي السبب، دلوقتي بقى في تكنولوجيا عاليه جدا. اوكي. الاستفاده برضه من التقنيات العاليه ان احنا التقنيات الجديده ان احنا بترفع نسب نجاح حقن المجهري من اول مره فوق 70%. يعني احنا كنا الاول بنتكلم في 40-45%، دلوقتي حضرتك بنقول فوق 70% انها تختار احسن جنين بناء على الفحص الوراثي لتفادي اي مشاكل في الجنين. وبرضه التاريخ السابق للاجهاض او الاجهاض المتكرر، الفشل المتكرر عمليه الحقن المجهري بمعدل الورق والفحوصات والتحاليل. وبرضه حضرتك تقدم الزوجه اللي هي فوق ال 38 سنه كان بيبقى فيه عدد اجنه غير سليم. فدي التكنولوجي. وبرضه مميزاتها ان احنا بنحسن اختيار الاجنه زرعتها جوه رحم الام. ان احنا كنا بننقل اول اكتر من امبريو عشان نحسن فرصه النجاح، لا دلوقتي بقى تخفيض الحمل بقى طفل واحد. فدي كلها التكنولوجيا الجديده اللي اثرت على نسبه النجاح يعني. طب دكتور علي، انا عايز اتكلم بقى على طريقه اختيار الكروموزوم وفصله، الطريقه او البروسيس بتمشي ازاي يا دكتور علي؟ ان احنا حضرتك بنيجي اليوم الخامس بنعمل ليزر للجنين، بناخد خليه او 2 من 150 ل 250 خليه، فما بتاثرش على الجنين. ان هو حضرتك اللي بدا الموضوع ده كان في عالم في انجلترا كان اسمه دوجان ويرز. اوكي. ده حضرتك بدا التقنيه دي بس ما كملش فيها، لان هو كان عايز يوصل يقول لك برنامج جنين سليم. احنا حضرتك اخذنا خليه فحصنا بنبعتها لمركز الوراثه، بتتسبخ بنعرف ايه نوع الخلايا الموجوده 46 كروموزوم بيتم الكشف عنهم بالكامل. يعني مش بنحلل بس 5 كروموزومات، لا بنحلل 46 كروموزوم كاملين. اوكي. طيب دكتور، في ناس كتيره جدا بتبقى خايفه من جزئيه ان هي تحدد نوع الجنين، بتبقى خايفه ان انا لو انا عملت ستاب زي دي ممكن يبقى لا قدر الله في تشوهات في مشاكل فيما بعد، هل التقنيه دي ممكن تامن لي او تقول ان برسنتج كبيره جدا ممكن اختار نوع الجنين وما يحصلش اي اضرار ويطلع طفل سليم؟ ده صح، ما ده انا بقولت لحضرتك ان احنا كنا الاول بناخد خليتين، لكن الاول كان عن طريق تقنيه اسمها بري امبلانتيشن جينيتك سكريننج او بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزس. اوكي. ان احنا كنا بناخد 5 كروموزومات منهم اللي هو بتاع الست، ان احنا نعرف نوع الجنين ميل او فيميل. لا احنا دلوقتي ما بقيناش بس 5 خلايا، لا احنا بقينا بنفحص ال 46 كروموزوم وما بناخدش خليتين من اصل 8 خلايا، بقينا بناخد خليتين من 150 ل 250 خليه، فده تؤثر على الجنين في اي شيء يا فندم، وبالعكس حسن فرص النجاح فوق ال 70-75% يا فندم. طب انا عايزه ارجع كده ستاب باك يا دكتور معاك وخطوه للخلف، وعايزه اعرف في ناس كتيره واحنا بنتكلم دلوقتي هتقول طب احنا ليه اصلا ندرس الماده الوراثيه؟ ليه ما نخليش الموضوع كده عادي وطبيعي وان شاء الله يعني الطفل يطلع سليم، ليه امر بالسايكل دي كلها؟ ايه رايك يا دكتور؟ ما هو كان الاول يا فندم لما ما كناش بنعمل فحص وراثي للاجنه كان حضرتك كان بيبقى فيه نسبة ان الاجنة غير سليمة كان بتبقى نسبة مرتفعة، كان بيبقى فيه فشل متعدد لعملية الحقن المجهري. تمام. نسبة النجاح كان بتبقى 40-45%. دلوقتي لا، بقينا احنا عارفين كل التفاصيل، كل الكود عن كل جنين، بقينا عارفين صفاته نسبة ذكائه، فبقت الكروموزومات التقنية هي بقت اعلى نسبة نجاح يا فندم.
طب يا دكتور، اللي بيبقوا في ستات كتيره جدا بتبقى برضو قلقانه من موضوع لو في نسبه تشوهات بنسبه كبيره جدا، اقدر اتعامل مع التقنيه دي ومع البرسنتج الصغيره اللي ما فيهاش تشوهات وتطلع لي في الاخر طفل سليم، ولا دي مالهاش علاقه بالتقنيه دي؟ لا يا فندم، ليها علاقه. ده بيبقى اسمه برنامج جنين سليم. يعني احنا حضرتك اتحولنا، بدل ما كنا بنقول جنين، لا احنا بقينا بنقول جنين سليم. يعني انتقلنا من كلمه جنين لجنين سليم. تمام. حتى لو في نسبه تشوهات عاليه جدا. حتى لو في نسبه تشوهات عاليه جدا. دلوقتي هتبقى في حاجه اسمها جيناتك ريكومباينيشن، يعني بس ده الفتره الجايه ان شاء الله رح نبدا نشتغل عليها ونعمل عليها ابحاثنا باذن الله، ان يبقى في تكنولوجي جديده، ان احنا لو في جينات بيبقى حاجه اسمها جيناتك ريكومباينيشن، ان احنا بنطلع الحاجات الجينات الوراثيه يعني. بس ده لسه مرحله سابقه لاوانها ان شاء الله. طب دكتور علي، عايزين نعرف لو ما فيش عدد كافي او عدد سليم من الكروموزومات بنعمل ايه ساعتها؟ لو الاجنه كلها مشوهه؟ لو احنا مش عندنا عدد كافي من الكروموزومات هنعمل ايه؟ يعني ايه الستاب اللي بعد كده؟ ايه البروسيجر اللي ممكن نقوم بيها؟ ما هو حضرتك عشان يبقى الجنين يحصل كده يعني لازم بناخد بويضه سليمه وحيوان منوي سليم. تمام. اختيار الحيوان المنوي السليم هي دي من اهم الاشياء، ان احنا حضرتك الدي ان ايه جوه كروموزوم الحيوانات المنويه، احنا بيبقى عندنا ملايين من الحيوانات المنويه. حضرتك بنصبغ راس الحيوان المنوي، بنتاكد ان الراس ان الكروموزومات سليمه، بندور لو ما فيش كروموزومات سليمه بنعمل حاجه اسمها التيكر بايبسي اللي هي عينه من الخصيه، بناخد حيوان منوي غير مكتمل النمو نحطه في الحضانات بتاعت الحيوانات المنويه انها تكتمل في الحضانات عندنا يا فندم، ونتاكد ان الجينات الوراثيه وبنغذيها نتاكد ان الجينات الوراثيه بتاعتها تكون سليمه. طب عايز اعرف يا دكتور علي كده، هل في ستاندردز او معايير معينه لازم تكون موجوده في الاشخاص اللي هيستخدموا التقنيه دي، ولا اي حد عايز او عنده مثلا مشكله او تاخر في الانجاب ممكن يستخدم التقنيه دي؟ لا، هو حضرتك اللي هيستفيد من التقنيه دي اللي هو حضرتك بترفع نسبه النجاح من اول مره فوق 70%، بدل ما حضرتك بيبقى بيقعد يعمل تحاليل واشاعات وفحوصات، احنا حضرتك بتبقى دي اعلى نسبه نجاح من اول مره، وبناء عليها بيتفادى كل المشاكل. الناس اللي بيبقى عندها حضرتك تاريخ سابق الاجهاض وبالاجهاض المتكرر، حضرتك بيبقى تقدم سن الزوجه، انت عارفه سن الزوجه بيفرق جدا، حيث ان بيبقى عدد الاجنه غير سليمه بيرتفع مع سن الزوجه بالذات. ان هي تحمل في جنين سليم ده بيبقى حاجه ريكومند جدا. طب انا عايزه بس يا دكتور نطمن يعني نسبه معينه من مشاهدينا، خصوصا السيدات اللي بتقول انا عايزه دايما تطمنوني تقولوا لي ان في نسبه نجاح او حاجه مضمونه في ايدي ان انا هستخدم التقنيه دي، ابقى ب 99.9% هيحصل حمل، نقدر نطمنهم ولا لا باستخدام التقنيه دي يا دكتور؟ هي دي اعلى حاجه طبيه يا فندم، وده احنا قلنا في محاضره امستردام، والحمد لله افخر ان انا اول طبيب مصري يدي محاضره في الجمعيه الاوروبيه للخصوبه. هي حضرتك طبعا هي كله باذن الله، احنا كلنا بنسعى وربنا كاتبه هو بيكون اكيد، احنا بناخد بالاسباب، الطب ليس الا هو وسيله، وسيله طبعا، الاطباء نفسهم لا يملكوا شيء، احنا بس من العلم بنبحث في العلم وفي الاول وفي الاخر، بس احنا بناخد الخطوات. يعني كل التكنولوجيا الجديده انت حضرتك عارفه، كل ما التكنولوجيا ما بتعلى كل ما تبقى نسبه النجاح اعلى. أنا سعيدة جدا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده عبر الهاتف، وحابة إن أنا أدعو حضرتك لسيجمنت خاصة جدا جدا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، يا ريت تلبي دعوتي. فينا وبشكركم جدا على دعمكم، وإن شاء الله دايما نلاقي الأطباء المصريين من نجاح لنجاح تحت رعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية يا فندم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر دكتور علي مطاوع استشاري أطفال الأنابيب والحقن المجهري باريس فرانس، ماجستير أمراض النساء والتوليد والعقم، وعضو وزميل الجمعية الأوروبية لأطفال الأنابيب والحقن المجهري، وعضو وزميل الجمعية الأمريكية للإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب، ومحاضر دولي. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في رعاية الله.